السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا حنا عند مالي التقلية ولحم الراس، وهذا الراجل راه كزار في اللحم. واش قربك التقلية؟ ياك اياكم اللحم باغي التقلية اليوم. احنا في جمعة كيسر، اللي ما عرفش كيسر كاين في المملكة المغربية. بشحال السيدريس باعوها اليوم هاد التقلية؟ بشحال باعوها؟ رخيصة. الراسي باش يعرفوا الناس بناشي ايش لا يبيع. تبارك الله. والحم الراس بشحال باتي؟ تبارك الله. القيا سعادي، القيا بيضاء تنقولوا لي فاسية. تحياتي كل فاس. الراسية دايره 500، حتى الراسية دايره 800. ياك ما كرتيش ليا الحم الراس بشحال باتي؟ الراس 100 درهم. حرفي ولا مخلط؟ ما شوية تقلية. وهاد الكبدة بشحال باتية؟ شحال؟ 2800. ياك قول لي واخا سي عادل، عرفتي اش قال لي هاد السيد؟ قال لي ما فيها لا ما لا والو. ما فيهش. وانت كزال. فيه. لا راه باينه الله يديرك. هذا راه كزار وراجل معقول، ماشي ساهل. واخا كذب علينا الفويدي، هذا الراجل راه راجل معقول وكزار في اللحم ماشي في الفويدي. وقال لينا ما فيهاش الماء وهي فيها الماء. نحيي كل سامحنا. واخا قلنا هذه الهضره، هادو الكزار مواليد التقلية ولحم الراس. نحييك سي عادل على الحقيقة تاعتك. معلكش سي عادل، هاد الراجل راه معتبر في جمعة كيسر وتيخدم اللحم في جمعة كيسر، وقال كلام الحق. ما عندي ما نسالك، تيخدم اللحمة حمراء فعلا. عادل راجل مخير ومعلم ماشي ساهل. ودابا تيسلموا عليكم مواليد السكارات الزرقاء، تيسلموا عليكم الناس من المشاهدين قناة زيتون مرجان. لقينا غير النص والنص ما صرناه. باقي هذا راه هو من المشاهدين قناة زيتون مرجان، من المشاهدين ومن المصورين. مشروكم ودريس للشكاره الزرقاء، وتيسلموا عليكم الاحباب تاعنا. يسلم عليهم الخير والرباح والرزق والطول العمر، والاحباب تاعنا بالولاد تاعهم وبالحياه تاعتهم يسليهم جميعا. راه صورناك وها مازال تتصوروا فوق انت مصور. عجب ليها السي عبد الواحد، راه صاحب دريس هذا عبد الواحد، ومشروكين في بلاصه وحده. بشحال بعتوا هاد الكبده؟ كبده حرفيه ولا بوحده؟ بوحدها وحرفيه. باقي دايره 2400 درهم. وحده؟ القلب والكبده. ومخلطه؟ مخلطه دايره 12 ابو محمد. ها هو جا ابو محمد، جا الثاني باقي الثالث ما جاش. الثالث باقي ما جاش، اللي هو دريس. قلت لي 2400 وحده مخلطه. شحال قلت لي؟ عبد الواحد توا راه درواش بحالهم، بحال دريس بحال محمد، راه مشروكين بحال بحال هما ثلاثه. سي هشام اهلا وسهلا. ما خدامش اليوم ولا؟ علاش ما خدامش؟ باقي ما زعمتيش. سي هشام كيقول لك كبدا بالدلاله. لا لا لا، درافات درافات درافات. كما قلنا عبد الواحد خويا، التقليه باقي ما حطيتيها. التقليه مازال، ولكن فينا التقليه مليحه زوينه. بيضة ولا شويه؟ شويه بين وبين على حسب العلم. شحال بعتها؟ 20 درهم. قالوا لي 300 درهم. ما هاد الايامات هاجو السيمانات ولا غدير 300، ولكن الثمن ديالها اللي زاد 20 درهم هو اللي كتكون دايره. هاجو السيمانات ورا العيد كتكون دايره 15 درهم 250 300. ايوا حنا تنحسبوا على الوقت اللي حنا فيه. على اليوم. على اليوم. على اليوم 300 درهم. ياك. اغلى على مسكين.
واسمع واحد خاص الدار ديالك خاصنا باش نوريو الحقيقه هذا الثمن ديال العموم ماشي على الثمن اللي غادي يجي ما عرفتيش واش غادي غادي يكون الحال سخون وغادي تبقى ناقصه ديما ان شاء الله. لا 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 ها هي 20 درهم 350 300 درهم السي محمد تقدر اخي جمال تقدر 300 اخر كتبنا 300 كما قلتها ونحمر الراس بالحق واش وحدها اللي تتبيع لا مخلطه شويه تقليه وحدها هذا يقول 20 درهم اللي دايره 300 مخلطه 20 درهم بهذا هذا هو اللي غادي يكون لا شحنه هو اللي ودابا رخصتي علينا بوحدها الله يحفظك ياك حقيقي غادي يكون وهذا لحم الراس بشحال بعتيه 700 800 مخلط شويه 30 درهم ياك هذاك شحال في السن؟ هذا سنان وريت شوف سنان هادو راه حبابنا وتيتصوروا عندنا واخا ادريس غادي يسيبنا ما صورناش مازال غادي يجي ادريس واخا ماشي مشكل كما تشوفوا معنا حبابتو هنا هذا الراجل راه مخير محمد ودريس وهادو مالي السكاره الزرقاء هما هادو هاد السكاره الزرقاء حبابتو هنا اللي تيسلموا عليهم يسلموا عليهم الخير والباح وطول العمر والصحة والسلامة ليهم ولأهليهم أهلا أهلا سي مصطفى الله يحفظك الله يبارك فيك هذا بس عاجا كليان داو صايني 120 كيلو داو صايني ياك مصطفى تا هو تيخدم اللحم خاص باللحم الفقر هنا وتا الغلب علينا وعليك وعلى جميع أحبابته هنا في المكان وصينا الناس على الحمراء عبرنا عليهم صايني ومشوا معاهم ياك تبارك الله على السي مصطفى الناس مخيرين تيبغيو يتصوروا عندنا ولا ما تيتصورش عندنا تيتفقع علينا من الاعداد تاعنا الله يسهل عليك سي عبد الواحد ومحمد ودريس سلموا لي على دريس بزاف الله يحفظك بارك الله فيك عقول غادي يتقلق اللي جا لقاني صورت قبل ما جا غادي يتقلق حيت يبغي الحباب تاعنا هادي من طبيعي الحال كاع الحباب تاعنا يبغيو يتصوروا عند قناه زيتون البرجان ويقولوا لنا الحقيقه واخا كاين بحال اسلوبات ما نبغيوش نوريوها المشاهدين باش نقول داكشي داكشي صار قول لي سي عبد الواحد تتشاهد قناة السلام عليكم السلام ورحمة اهلا اهلا هذا الامام تاع الفطور هو قال لي تيذبح بخير جمعة كيسر كي داير صباح الخيرات علينا وعليك وعليك واش المباركة الله يبارك فيك الله يطول عمرك وعلي طنجة على جميع ما يكون الله يحفظك شكرا لك الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا هذا هو الإمام تاع جمعة كيسر هو اللي تيذبح مرحبا كل بطوار الله يحفظك شكرا لك شكرا الله يحفظك الله يحفظك كيما قلنا الحباب تاعنا كاين دابا اللي ما تتصوريش تيتبكى لا لا حسن لا حسن دابا بحال كنت تتشاهد وتتصور اييه تتشوف القناه مزيانه ولا ماشي حيت تتصور لا لا القناه ديك كتعجبني انا شي حاجه مزيانه ماشي عندي الغرض باش نتصور شكرا لك شكرا هذا عبد الواحد صاحب دريس هو محمد تتشاهد القناه اييه تتعجبك بالحقيقه بالحقيقه اوكي هذه راه قناة الحريفية الله يرحم والديك ماشي بنت خالك راه انا بنتي ياك هذا الرجل كيما هادو الحباب تاعنا كيما تشاهدوا راه تاع الحريفية ماشي ساهلة القناة ماشي تنجيب لكم غير التصويرة تنجيب لكم الحقيقة مع الحباب تاعنا شحال هاد العمارة؟ 150 تبارك الله عمارة زينة 15 ألف فرنك باش كاينة هاد العمارة تبارك الله هادي قالك تا هي جابة واحد وحطها وقالك تا تعزلها الله يسهل عليكم هاد الراجل درواش هنايا في جمعة كيسر راجل مخير الله يرحم الوالدين راه راجل معقول واللي شافوا من مشاهدين قناة زيتون المرجان وبغات تقلي ولا لحم الراس ولا الكبدة راه راجل معقول وراجل مريقل ما ديما نقول ليه في هذاك سلعتو هي هذه راجل مخير كما تشوفوا معنا شحال بعتو هذا المخ؟ المخ 25 درهم وهذا الطيحه اللي بغاه وحده؟ وحده نبيعوه لي مع على حساب الكبده 2400 الكيلو شوف شحال فيه على حساب الكبده؟ على حساب ما تبيعيش لي بحال هكاك؟ لا ما
ما تقولي لا 40 درهم ولا 50 درهم لا نبيعوه ليش وشحال هو غادي يوصل في الميزان تعبر ليه بالميزان نعم هذا لحم الراس وهاد القليه وعندك حتى حتى الكعوات يقولوا لي اصحاب الدار البيضاء الكعاوي تيقولوا لي اصحاب كازا بلانك الكعاوي كل واحد كيفاش تيسمي السميه تاع هاد الكعاوي او الزنطيط او كما تيقولوا الناس كبده 2400 بوحدها مخلطه شحال مخلطه دايره 60 درهم هذا الراس راس مخير وخا عطانا معلومات قبل وما بغيناش ناخذوا عندهم معلومات تم من بعد ان شاء الله ويعطينا معلومات اخرى وراه راجل درواش وراجل معقول الله يسهل لك يا صديقي الراجل راه ديما تيتصور عندنا وما بغينا نصوروا دابا على راجل هو صديق تاعنا ما صرناش كنديروا ليه باش غادي نصوروه فعلا تيخدم ديما هاد التقليه ولحم الراس والتقليه ولحم الراس والكبده كما تشوفوا وراجل معتبر وراجل زين الله يسهل عليكم هذا راه مشاهد قناة زيتون المرجان هاد الولد مع أبي السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله